اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده بساطه سهوله مرونه. طبعا احنا داخلين على عيد الاضحى وبنرتب في البيت وعندنا المطبخ فيه شويه زحمه عشان اللحمه داخله وعندنا الصالون وعندنا نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعض. فانا دوري من هنا لغايه يوم الوقفه ان شاء الله اريحك في المطبخ تعملي اكلات سريعه وسهله حلوه قوي، ولكن الحرص كل الحرص ان تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا نستفيد بيها. معايا مثلا النهارده الكشري. انا شخصيا عشان نعمل الكشري بالطريقه اللي هي نسلق المكرونه لوحدها والرز بشعريه لوحده والعدس غلبه كتير والحله اللي في المطبخ مش هتكفي. فانا دوري النهارده اعمل لك الكشري، كشري الطاسه بالطماطم، حاجه في حله واحده. كل انواع المكرونه اللي انت حباها مع العدس اللي هو العصب بتاع الكشري مع الشعريه مع التركايه مع صوص الطماطم. هنشوف ازاي نعمل كشري الطاسه بالطماطم بطريقه جديده ولطيفه وهيكون طعمه احسن من بتاع بره. معايا كبد فراخ النهارده. كبد الفراخ يعني البوتاسيوم يعني الحديد يعني تعالج الانيميا. انا شخصيا بحب كبد الفراخ وخاصه لما تبقى ملززه كده ومستويه واخده طعم. بتيجي نعملها النهارده جراتان بطريقه لطيفه وحلوه بالبشاميل والجبنه. كبد الفراخ بالبشاميل والجبنه لها طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس اكيد هتعجب حضراتكم وخلينا نجربها. نبعد عن السندوتشات وعن ان هي تتعمل ايه مقليه، ولكن الصيف وجو الصيف والحر اللي احنا بنواجهه دلوقتي بيحتاج مننا نقف وقفه مع الايس كريم والعصيرات الفريش الطازه. هنعمل النهارده سموزي الخيار بالزبادي والعسل. الخيار ينفع عصير؟ اه جربيه. خيار سموزي بزبادي وعسل مشروب اول حاجه فيه والقيمه الغذائيه بتاعته بيريح المعده ويساعد على الهضم ويريح القولون، حاجات كتير قوي. انا مش عايز اطول حضراتكم لان احنا عارفين كلنا كل انواع الخضروات بما فيها الخيار بما فيها الخس، الحاجات اللطيفه الحلوه اللي فيها سكريات شويه بتريح القولون وتساعد على الهضم. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. استاذ رحاب المقادير بعد اذنك. كبد فراخ اشتريها من عند الراجل الفرارجي، ربنا يوعدك بزياره النبي يا حاج ابو محمد ولا يا حاج سعيد. وعايزين كبد فراخ حلوه طازه وجبنه موزاريلا وبشاميل. بشاميل يعني دقيق وحليب وزبده. دقيق وحليب وزبده دي اساسيات البشاميل او مهرجان البشاميل، الدقيق والحليب والزبده. حلو الكلام. ولكن البشاميل بتاع الكبد هياخد بيض، بس امتى البيض يتحط على البشاميل؟ بعد ما يبرد واحنا مع بعض شغالين كده. اه واعمل شويه بشاميل حلوين برضه هيبقى طعمهم مختلف. طاسه على النار، نحط في الطاسه دي معلقتين زيت صغيرين مع قليل من الزبده، والكشري على النار واقف كده باصص له كده مش كل شويه بص عليه. اه من شويه هنهدي النار، خلي بالك بعد شويه بس لا ميته نشفت. ابص عليه تاني كده. اه جه الوقت اللي انا ايه اقصر النار عليه خالص. اتقل على الكشري لما يستوي. اه هدي النار خالص بقى عليه ونسيبه. نعم بيقول لي ايه اللي هيعرفك ان ميه الكشري مظبوطه مش هيحتاج؟ هقول لك دلوقتي حالا، بس خليني اوطي النار. اه تمام زي الفل. طاس على النار، باخد بصلايه ناعمه. انت تعمل بشاميل يا شيف؟ ايوه يا سيدي اصبر عليا الله يرضى عليك. آه. بصلايه ناعمه ده البشاميل، فص توم ناعم ده للبشاميل، شوية زعتر ناعمين، للبشاميل، ونقلبهم مع بعض. ما تستناش لما ناخد لون، يعني ايه ما يسودش. أشم بس ريحة الزعتر مع التومة والبصلة كده، أهو، تشويحة. حلو؟ ننزل بعم الدقيق. تعال. ونقلب. وانا بقلب انزل بمكعب من الزبده. حلو عشان اخد شويه بشاميل حلوين ناعمين كده. عندي حليب، عندي عندك شوربه فراخ اهلا وسهلا، شوربه لحمه اهلا وسهلا، بس انا من رايي يعني ونصيحه تعملي بيها وما تعمليش القرار قرارك يعني. خلونا في الثلاث ايام دول ما فيش لحمه خالص عشان نشتاق للحمه. يعني اضيف فراخ، كبد فراخ زي ما انا شغال كده. مكرونات، صينية مسقعة، طبق فول، طاجن فول بالسجق مثلا، لا بلاش بالطاجن فول، طاجن فول بالطماطم والحمص. بعيد عن اللحمة وبعيد عن منتجاتها، سجق بقى والحاجات دي كلها والمفروم والحاجات دي كلها. لأن جاية علينا بقى احنا المصريين كرمة، كل الدول العربية كرمة طبعا. بس احنا فينا عادة فتحت عينيا عليها
الباب يخبط ثلاث ايام عيد، اول يوم وثاني يوم العيد وثالث يوم، يمكن يوم الوقفه كمان، امي بتسلم عليك ودي اللحم، بابا بيسلم عليك ودي اللحم، ابوي بيسلم عليك ودي اللحم. شفت انا بقلب الدقيق مع البصله والثوم اهو، حلو شويه بشاميل الحكايه زي ما قال المغازي. مفيش كتاب هنا بيقول الكلام ده، وقت الكتب وعصر الكتب انتهى. في ابتكار، في حب شغل، في ابداع، في ان الواحد يركز في شغله. حلو، هنا بقى نحتاج للمضرب. حلو الكلام، ادي المضرب في ايدينا، بسم الله، وادي الحليب، ننزل الاول بجزء صغير ونتاكد ان كله تقلب. هوريك شويه بشاميل دلوقتي حكايه. طب ده كلام يعني يا شفيق، انت بتشكك في قدراته ولا ايه؟ كلكع كلكع معاك انت، كلكعش معايا انا. ننزل بالكميه الثانيه، لازم على ثلاث مراحل، في الثلاث مراحل بتتحكمي في القوام. والتقليبه دي مطلوبه. ما يشترطش، بيقول لي ننزل بالحليب مغلي سخن يعني ولا بارد؟ وده سؤال حلو اجيب بجد والله، اوجه لك التحيه والشكر. خرجنا بيسالني بيقول لي الحليب اللي نزلت ده بقى سخن ولا بارد؟ واضح ان البشاميل اللي بيكلكع منه لما بيخش المطبخ. لا عادي بارد والله العظيم. اهم حاجه تحميره الدقيق زي ما انا عملت كده. في شويه كده في الاطراف هنطلعهم كده عشان يبقى هنا ايه، خدت الكميه كلها ونقلب كده. ننزل ببقيه الحليب. ليه بثلاث مراحل بقى؟ المرحله الاولى بلم العجينه، فكره عمل بلح الشام، الله عليك يا عم الشيف. دي التفاصيل، لميت العجينه، بعد كده بنزل بالجزء الثاني افك العجينه، الله عليك مدرسه، فكيت العجينه بقى لها قوام سميك. الجزء الثالث قوام البشاميل، هتعملوا ايه؟ بسطه يبقى لازم يكون خفيف، خضار يبقى لازم يكون تقيل. شفتوا المدرسه الطهويه؟ هي دي. يعني ايه بسطه يكون خفيف ويعني خضار يكون تقيل؟ الخضار بيديني سوائل، طبيعي البشاميل يكون ايه؟ خفيف عشان نعوض السوائل دي كده. البسطه نشويات، فلازم البشاميل هنا يكون ايه؟ خفيف علشان نعوض النشويات بتاعه المكرونه. شويه الملح. عندي كمان يا عم الشيف شويه فلفل وسنه بابريكا، عندي كده شويه بشاميل او صلصه بيضة. تمام، هنخلي دول كده على جنب، خلاص خلصنا من دول. طاسه شديده الحراره على النار عشان الكبده، بنحط في الطاسه دي شويه زيت، حمر بقى شويه كبده. حلو الكلام، شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد بعضينا كده ونجيب الكبده بتفاصيلها بقى. لا يا غالي، البيض ينزل على البشاميل بعد ما يبرد، لو نزلت بالبيض دلوقتي على البشاميل هيبقى اومليت، هيبقى سكرامبت، حاجه كده بيض وحليب يعني البريكفاست. طيب ادي الكبده، الله، سؤال حلو برضه، بيقول لي ينفع نعمل الكبده العادية بنفس الطريقة؟ يعني كل يوم كبدة اسكندراني؟ جربيها مرة كبدة بالبشاميل. ادي الكبدة هنا معانا، فلفل كبدة، يعني فلفل حار على طول او فلفل رومي عادي بالشكل ده كده على الكبدة بتاعتنا دي كده، كمان قرن زي ده كده. حلوه دي فكره الكبده بالبشاميل والجبنه دي، هيحبوها الاولاد، والسبايس ده اختياري اساليهم. فص توم حلو، شويه بقدونس حلوين، حلو كل ده على الكبده، كل ده على الكبده، والبهارات بتاعتنا ملح على الكبده، ومعانا شويه بابريكا على الكبده، شويه فلفل اسود على الكبده، شويه كمون على الكبده، كل دول. وعند الطاسة لازم تكون شديدة الحرارة، فيها شوية الزيت،
شفت الكبده فيه عامله ازاي؟ فصوص كبده حلو قوي يا عم. شوف واخد الكبده كده تحمير. الله الله الله. يا ويلي يا ويلي الف انا. لا حل ده عايز الطاسه دي، خلي بالك ما تفهمنيش. لا ليه ترميها؟ شويه ميه في قلبها كده، اقول لكم دول هيروحوا فين بعد كده. بس خلاص ونقلب الكبده. شيلها دي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. بص عليها بشاميل ده جاهز. يلا حلو. نروق الدنيا دي كده. خلاص خلصنا. نعم. تدفع كام؟ عزمك انا عليه النهارده. مش انت قاعد معايا بعد الهوا؟ عزمك عليه على الكشري. بص عليه. حاضر عينيا. مش هحرمك اي خدمه. حلو. الكبده معايا ما تقلقش عليها. لسه قدامها وقت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نتكلم نظري. الكبده دي بعد ما تستوي عندي شويه رز في الثلاجه، بضرب ايدي كده في جوانب الثلاجه لقيت شويه رز باقيين من الملوخيه. رز مصري مسلوق. هاخد الرز ده في الكسروله الازاز دي كده. ده النظري عشان لو حد وراه مشوار ولا حاجه ما قعدوش جنبي. مع ان انا ضد الموضوع ده. هاخد الرز احطه هنا. هاخد كبد الفراخ بعد ما تستوي احطها هنا. هنزل بالايه بقى؟ بابو قلب ابيض البشاميل ده كده على الوش والجبنه الموزاريلا. صينية كبد بالبشاميل تاكل صوابعك وراها. اخبار الكبد ايه؟ حاضر يا فندم. بص على الكبد. شوف بقى اعمل الكبده ازاي بسرعه. احنا شغالين في كله. الباريكس الازاز اهو. هشتغل جنبك هنا. هنزل بالرز اللي انا سلقه مسبقا او كان عندك في التلاجة. ده رز مصري اهو. كبد الفراخ بالبشاميل وحقوق الطبع لدينا وبس. من هنا اليوم الوافة باذن الله تعالى دوري ان انا اخليكي تعملي اكلات سريعه بسيطه سهله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. التركايه الاخيره في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه اللي فيها زبده وزيت على النار للكشري. تركايه. حلو الكلام. نقفل الكبده دي ونحطها في الفرن عشان نكسب وقت. ناخد الكبده بتحبشتها بكل حاجه بتركاتها زي ما هي. الله حلو قوي. نوزع الكبده كده. استوت؟ لما تدوق تقول لي. انا اقول لك استوت مش هتصدقني. انا هتطلعش اشياء ميه مكان التتبيله. حلو. وهناخد جزء من الجبنه ينزل هنا. احنا نازلين بشويه سوائل اللي هي تسويه الكبد. جزء من الجبن والبشاميل بتاعنا اللطيف ينزل كده. لون البشاميل بامبي، والحياه لونها بامبي. كفايه. حلو. والجزء الثاني من البشاميل، قصدي من الجبنه، ينزل كده. جاهز الفرن؟ جاهز الفرن. صينيه كبد الفراخ بالبشاميل وحقوق الطبع لدينا وبس. رشه زعتر. جايلك دلوقتي يا طاسة. صوتك عالي. صوتك عالي علينا يا طاسة. درجة حرارة الفرن عندي 180، مكانها فين مخرجنا الجميل؟ بالله عليك لو قلت مكانها فين هجيبها لك بعد ما نخلص الهوا. فين؟ سلام. هو ده. ما هو يا غالي يا ابن الحلال الرز تقريبا تلات ارباع سوا وانا واخده زي الفل من التلاجة. حطيته فرضية الصينية. نزلت بالكبدة بالبهريز بتاعها بالصوص على الرز. نزلت بشوية جبنة، نزلت ببقية البشاميل. الصورة الحلوة تعني مليون كلمة من الفرن. هطلع لك الكبد دلوقتي. حاضر يا فندم.
حاضر. اخرت عليك النهارده انا؟ بالعكس انا بسمع الكلام. كبد الفراخ صينيه بالبشاميل. تركايه بسيطه سهله، تفاصيل صغيره، ولادك هياكلوا كبد الفراخ بطعم تاني. اهي اللهم صل على النبي. اهي شوفوا تفاصيلها بقى. حلقتنا النهارده فيها خبره طهويه، فيها افكار بسيطه وسهله، فيها تكلفه لا للامانه. هو الرز والعدس من قلب المطبخ، وكبد الفراخ عند الراجل الفرارجي اللي على ناصية الشارع كل يوم بنعدي من عليه. جبنا كيلو، جبنا نص كيلو حسب عدد افراد الاسره، مع شويه بشاميل اتعملوا بتكنيك عالي من الطهي. شفناه ادينا له بصله وتومه وهيناه، ونزلنا بشويه رز تحت كده حلو، ونزلنا بكبد الفراخ بالبهريز بتاعها. لما اقول بالبهريز بتاعها ليه غرض في الكلام هنا، عشان الرز ياخد من طعم كبد الفراخ، وكبد الفراخ تاخد من طعم الرز. ونزلنا بالبشاميل بعد كده، وجبنا الموزاريلا وبالف هنا وشفا. اما اللي عاجبني بصراحه وهتغازل فيه لغايه لما الحلقه تخلص، طبق الكشري اللي قدامي ده. هجيب الطبق دلوقتي واجيب المعلقه وكوبايه العصير دي. محدش بقى ايه يكلمني. رؤيا فن ابداع، كل عام وحضراتكم بخير. دوري من هنا لغايه يوم الوقفه ان شاء الله اساعدك يا امي يا خالتي يا ست الكل انك تقف في المطبخ وقت قليل جدا، لان عندك التزامات تانية. تجهيزك وتجهيز بيتك للعيد ده بالتاكيد بيحصل في كل بيت بيتابعنا دلوقتي في انحاء العالم. رؤيا وفن وابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو. We'll be right back.